عمي معي ناس برا معاوزينك. مين هالناس؟ خلوني يفوتوا. ما بيقدروا يفوتوا. مين؟ مرهج. مرهج؟ فينا نخليه عنا الليلة؟ لا، مو بس من شاننا، من شانه هو كمان. هلا أكيد بيكونوا عم يدوروا عليه، وعقاب ما بيغيب ديله ليطر راسه. حسن اسمع لقلك، وينه هو هلا؟ خليه يروح ينام بمغارة الواوي، هيك بيكون قريب منا وبعيد عنا. ايه هو هلا هنيك، بس في تم يوم يومين جمعة وبعدين حبسوله مرته وولاده. ويلو إذا رجع بيذبحوه، ويلو إذا ما رجع بيخربوله بيته. معليش، المهم إنه طلع رجال وقال لهم لا. رح أقوم أنا جهز له الزوادي. عرفتي مين الاختيار اللي إجا لعنا الظهر؟ مين؟ خبرتك عنه؟ خبرتني؟ هذا أبو تركي. وشو عرفك إنه هذا أبو تركي؟ عرفت. حسن لا تقلي عرفت، نحن بيناتنا ما في أسرار. بعدين أنا بعرف إنه هذا أبو تركي. شفت إنه الأسرار عندك مو عندي؟ يعني أنا كنت راح أعرفك عليه بس مو هلأ. على كل الحذر واجب. كلامك صحيح، بس بدي أقول لك شغلي علي وعلى مرت عمك لا تخبي شي. طيب خبركم الخبرية، أنا بدي تم مع مرهج. لا يا حسن، نحن ربيناك كل شبر بندر مو من شان تنكمش مع مرهج. اللي جايك لسه أهم، بعدين هني من غير شي عينهم حمرة عليك. طيب وإذا قلت لكم إنه أبو تركي بده هيك؟ ليش أبو تركي هو اللي جابه لهون؟ إيه نعم هو اللي جابه. وليش جابه لهون؟ ما بعرف، هو كان عند أبو تركي بالصحراء، مدري ليش نقلوا لهون كم يوم. اسمع لقلك، أنا رح أبقى معه. يا أبو عامر! أكيد هذا هو. أهلا وسهلا، تفضل. يزيد فضلك، فينا عندكم أمانة حافظونا عليها. محفوظة بعون الله، شرفوا تفضل. لا صدقني هلأ ما فيني فوت. حسن عندكم؟ ايه عنا. يا حسن! طمنت؟ من كل قلبي. وامتى رح ترجع؟ علمها عند ربك. يلا بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. الماسي جهزتي زوادي؟ جاهزة. حسن انت دير بالك على البيت وعلى مرت عمك، بعدين ديروا بالكم يمكن يجوا يفتشوا بين لحظة وتاني، اكيد مراقبينه لمرهج. لا تهك الهم وسلم لي على مرهج. اذا صار شي ماشي تعطوني اشارة، واذا هجم عليكم شي ضبع بس خبروني. الضبع ما بيهجم على سبع. الأرض هي الباقي. آلاف آلاف الناس اجوا وراحوا، فلحوا وزرعوا وحصدوا وأكلوا ودعسوا على هالأرض وراحوا. اي نعم، ما حدا بياخد معه شيء. شوف كيف ما برمت بهالأراضي بتلاقي فيها أثر للناس. أثر الناس بتزول والأرض هي الباقي. الجشع، الطمع، الشهوات، المقاتلة على أمور الدنيا، هاي كلها بتزول بتصير تراب. هلأ أنت على القبر فيك تاخد معك ذهب، فضة، ياقوت، لولو، بس ما فيك تاخد معك أرض، لأنك أنت اللي عم تندمل فيها، هي اللي عم تاخذك. الله يسلم هالتم يا عم ابو تركي.
منها بنولد وإلها بنرجع. بس انتبه، أنا ما عم أحكي الحكي من شان تسامحهم بأرضك، لا، هاي الأرض لك، حقك، أرض جدودك، رزقك وخبز ولادك، لازم تدافع عنها بزنودك وتتمسك فيها بسنانك. لك أنا بدي أسأل هالشبعانين هدول، لك ما حلكن تشبعوا. طيب أنا يعني أنا هلأ شو قادر ساوي؟ الموجوع بيساوي العجائب يا مرهش، العجائب. شيخ التلة، يا أهلا وسهلا. ترى الأمير مبسوط منك كثير، مشان هيك عزمنا لعنده معيتك. وأنت متبوع يا كايد بيك، هذا شرف كبير إلي. بكرة الأمير عزمكم على وليمة، فبتشرفوا يا ميت أهلا وسهلا. الله يبارك فيه ويديموا فوق روسنا جميعا. لكان يا عقاب بتبات عنا هون وبنطلع الصبح سوا إن شاء الله. لا تسمح لي روح جهز حالي. شو بدك تجهز حالك؟ يعني صار لنا زمان ما رحنا لعند الأمير، لازم ناخذ بإيدنا شيء. يعني شو بدك تاخذ له؟ خيل، سلاح، مونة، كله موجود هون، ناخذ معنا من هون. في شغلة إذا أخذنا له إياها رح ينبسط فيها كثير. شو هي؟ عندي أوسنا الشاب قديم، ما بعرف إذا عندك علم فيه. بيقولوا إنه كان لكايد الأول، جدنا. أوس قديم. وين موجود؟ عندي بالمراح. إيه هذا أكيد بينبسط فيه الأمير. بيعلقوا بالقلعة. ماشي، بتروح بتجيب القوس وبتجي الصباح. وياريت كمان لو كمشنا مرهج واخدنا رياح معنا. موضوع مرهج انساه، اعتبره مفقود. هو هيك طالما صارت الارض إلنا. صحيح هديتوا له دارو؟ لا، قلنا منخليها طعم، بلكي حن وفكر يرجع. صاير تفهم يا عقاب، بس اوعى تصير تفهم اكثر مني. يا لو سهله بناره. هلا بيك. شو على الان مثل العاده؟ شو بدنا نساوي؟ عم نجهز اكل للخيل. الله يعطيك العافيه، تعال نعمل قهوه مره. اهلين بناره. اهلين الماسه. وينو حسن؟ والله من غير شره على الغيضه لبكره ليرجع. شو صايرة مشاويره كتيرة؟ أنا في علي شغلة صغيرة بدي روح سويها وأرجع. ما بدنا نعمل قهوة؟ إيماناته حمصون لبين ما أرجع. الماسي شاطرة بالتحميص. يعني أشطر مني؟ افوتي وهلأ منشوف. بالعز إن شاء الله يا بيك. صحتين. ما قال لك شيء بشأن بارود؟ لا ما حكى، بس صرنا زمان موصين عليه. صحيح يا بيك، بس مثل ما بتعرف البارود مفقود والأمير موصي من أكثر من شهر. بس مثل ما قالها، البواريد بالجبل والبارود بالبحر. معه حق يتمسخر، أصلا البارودة بلا بارود مثل العصاية. أنا بتسمح لي صار لازم أمشي. لا تتأخر الصباح، ما بقدر أستناك. ليش حتى أتأخر؟ إن شاء الله قبل الضوء بكون هون. عقاب، مثل ما قلت لك اوعى تصير تفهم اكثر مني. هذا انسان ذهب لانه نادر، بتعرفي؟ ما عرفت قيمته الا بوقت متاخر. صعب بهالايام تلاقي واحد يقدر يتحمل كل هالشيء. كان اخوه المرحوم ابو حسن يقول لي يا ألماسي فضل الله رجال. أنا كنت أقول بيني وبين حالي شو هالرجال اللي لا بكش ولا بنش؟ ليش الرجولة بس بالمواجهة؟ يمكن إجا فضل الله. هذا عقاب. عقاب؟
كان قلبي حاسسني انك وحدك، حنيت لايام زمان. قديش صار لي ما شفتك؟ ما نحن كل يوم عم نتشاوف. مو هذا قصدي، ما شفتك يعني اشتقت لي. لا تقرب علي. بدك تنزعيها؟ بعدك ما تغيرت. طيب انا رح اوقف، قربي انت لعندي. طيب فضل الله هون وهلا بيجي. فضل الله بالمرعى يا حلو، وما رح يرجع للعصر. وحسن بالغيطه، شو مفكرتيني؟ ما بعرف. قلت لك لا تقرب. هذا مو انا اللي عم قرب، روحي هي اللي عم تقرب يا الماسي. الماسي هذا مو انا اللي عم قرب، هذا قلبي اللي عم بيقرب. تعي لهم الماسي، الماسي تعي لهم. شو سويته؟ جاي يهجم علينا، شو بدك يانا نساوي؟ مات؟ ما تردوا. لازم نحفر له وندم له بالتراب. ليش نحفر له؟ خلينا نجره ونزته بالوعر، آمن إلنا. لا يا نارا لا، القبر حق لكل إنسان. ليش هذا إنسان؟ هذا وحش مجرم ولازم تاكله الوحوش. كان وحش بس هلأ صار إنسان، ولازم ندمله بالتراب. بكير لسه شوي. وجعت حفر يا ابو عامر. منور شو عم تساوي هون؟ الخيل صارت عند النهر، يلا اركب وروح رد بسرعه يلا. ومنو قال لك الحكي يا اخوي؟ نوفا هناك ما بخيل حد النهر. منور روح انت ونوفا ردوا الخيل، يلا عم اقول لك اركب وروح بسرعه. وش السالفه؟ عقاب بيك بده يجي بعد شوي مشان يعد الخيل، يلا يلا بسرعه يلا يا منور. Yeah.
تاريك بالك قليل يا عسما. اللي بده يدق الباب بده يسمع هالجواب. صح، هي شو قالت لك؟ هي شو قالت لي؟ سكرت الشباك بوشي، وتاني يوم ردت لعند الأمير تشتكي علي. قام الأمير بعت وراي وسألني: ولد عثمان، أنت شو قايل لغزالة؟ قلت له: يا أمير، هي اللي سألتني. أنا كنت بأرض الدار عم بتشمس، ما شفت غير فتحة الشباك ونادت لي عثمان، وعملت لي بإيديها هيك. بتفهم؟ وسألتني: بتعرف ليش الوعل بيطلع له قرون؟ قام الأمير قال لي: إيه، وأنت شو جاوبتها؟ قلت له: جاوبتها يا أمير إن الوعل بيطلع له قرون لأنه بياخد غزالة. حلو. غلطان شي يا أمير؟ قام قال لي: ولك لا لا. وصار يضحك قال لي: لك عفارم عليك عفارم عليك. ايوه بعدين؟ ومن يومها ما عاد غزالة فتحت الشباك. يلا صار لازم امشي. بات عنا اليوم، بنروح سوا الصبح. ما بقدر، عندي دوارة على 4 قرى. على راحتك، سلم لي على الأمير وعلى غزالة. شو يا نواف؟ عقاب بيك وينه؟ أكيد صاير له شيء. أكيد. نواف، أنت بتروح المغرب، أبو معدة بتروح عدلول، وممدوح أنت بوشتك على المراح، ونحن رح نروح على القدرة، والباقي بيتوزعوا على الصحراء. يلا شباب يلا. يلا يا شباب، يلا 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 شباب يلا. سر كبير غميج. سر شو؟ ما اكذب عليك،
أنا عارف كل شيء وأهد الله إني ما أبيع بالسر. أنت عن شو عم تحكي؟ أنا عقاب يا أخوي، أنا شفت حصان عقاب. منور وعك تحكي شي كلمة. لا يا أبو عامر لا توصي حريص. عقاب وينه؟ راح من زمان. خير شوفي. لوين راح؟ أنا اللي عم بسألك. شوفي. الدنيا قايمة وقاعدة عليه. ليش شو صاير؟ رجع حصانه عالدار وهو مو معروف وينه. شو يعني رجع حصانه عالدار؟ مثل ما عم قلك خايفين يكون صاير له شيء. بسيطة، بيكون الحصان هربان. الحصان الهربان بيبين. وليش ما خبرتوني؟ عباس! عقاب بيك ما طلع عندكم شيء اليوم؟ عقاب بيك؟ لا. ولا بتعرفوا عنه شيء ولا سمعتوا عنه شيء؟ لا لا أبدا. خير في شيء؟ لا ما في شيء. وحسن وينه؟ حسن بالغيط. بعده ما رجع من الغيطة؟ راح من امبارح وما حيرجع لليوم المساء. ومنور وينه؟ منور ببيته، شرفه. يا منور! قولي له نايم. لكن بالعادة ما تنام. قولي له تعبان ونايم. منور هون؟ تعبان ونايم يا أخوي، تفضل. لا ما بدنا نفوت، بس بدنا نسأله سؤال. خير إن شاء الله، اسأل. شفتوا عقاب بيك اليوم شي؟ مر عليكم اليوم؟ لا ما شفنا. منو هذا نوفا؟ أنا ممدوح يا منور. شفت عقاب بيك شي اليوم؟ لا يا أخوي ما شفته. ما مر عليك على الوعر على المرعى؟ لا ما مر. خير إن شاء الله، بي شي؟ لا ما في شي. إذا مر عليكم خبرونا. يلا بخاطرك. مع السلامة. الاحتياط واجب، بس ما لازم تتسرع وتصدروا أحكام. أنت وسليم تاخدوا معكم كم رجال وبتفلوا الأرض، بتحرتوا بحراتي وبتروحوا على المراح، لأنه هو قال لي أنه بده يروح لهنيك. يلا تحركوا، إذا صار معكم شيء بتخبروني. يلا.
مرحبا عمي، شوفوا شو جبت لكم معي. شو بكو؟ في شيء؟ ما في شيء. شو بكو؟ صار له شيء يا سليم؟ ما اجاكم عنه شيء خبر؟ ما حدا حكى شيء؟ ما حدا خبرنا شيء، وما له اي اثر يا كايد بيك. قلبي عم يقول لي انه راح يطل بين لحظه والثانيه. الحصان ما خبروك شو احواله؟ سالناهم يا بيك. الحصان باحسن حال، لا مجروح ولا مغبر ولا حتى عرقان. سليم تاخذ كم رجال معك بتسبقوني على التل؟ ما بتخلي حدا من اهل التل يتحرك، كله بيقعد ببيوته، لا مي لا زيارات لا شغل ولا شيء. امرك يا بيك. تحرك. نعم يا بيك. مفتاح المي وين؟ معي يا بيك. بتخليه هون بالخضرة. حاضر يا بيك. المي مسكرة؟ مسكرة. والخزان؟ مليان يا بيك. اسمع يا رب جدعان، تاخذ معك امين وبتاخذ شوية اغراض وبتروح لعند الامير، بتقول له كايد بيك ما راح يقدر يجي لعندك بكره الصبح على الموعد لانه صار عندنا حادث. يعني يا بيك شو بدي اقول له مشان الحادث؟ انا بعدين بخبره. يلا. حاضر. معقول يكون عقاب القتل؟ طيب مين له مصلحه يقتله؟ ما في خير أخو يحيى. طيب ترتاح لك شوي. لحين يا نارا، لحين نحط راسنا ونرتاح على طول. سلامة راسك، ليش هيك عم تحكي؟ طول عمرك رجال وما بتخاف من الموت، خلي إيمانك قوي. أنا ما عم بحكي على الموت ولا خايف منه، أنا عم بحكي على الحياة. تعرفي شو بدي ساوي باللي قتل عقاب؟ بدي جوع الكلاب وطعميهم. يا أنا متأكدة إنه عقاب ما مات. أنا هيك، مو لأني بحبه، ما بخبي عنك يا نارا، أنا كنت أكرهه. بس بتعرفي شو يعني حدا يوصل لعقاب؟ شو يعني عقاب الشامخ ينقتل؟ خلينا نطول بالنا شوي ونهدي أعصابنا. تع تع ارتح لك شوي. مالي أدران، بدي روح على التل. خدني معك على التل، بدي ضل جنبك. لا يا نارا، الروح على التل بدي قلب قوي. تعرفي شو بدي ساوي بالتل؟ بدي أحبس البلد كلها، رجال ونسوان كبار وصغار، وبدي ضل أقتلهم لأعرف مين اللي قتل عقاب.
عقاب ما مات، ليش عم تفول عليه؟ صحيح بجوز ما يكون مات، ليش هيك عم فكر؟ انت مبين لسه ما عرفت نارا. انا اذا جد الجد قلبي من حديد، الا ما يجي يوم وتتاكد من هالشي. معقول الجسم الناعم يحمل قلب من حديد؟ غلطان. انا غلطان؟ شو غلطان؟ على كل حال الايام رح تثبت لك هالشي. نارا انا عم حبك. يعني هيك طلعتوني من المولد بلا حمص؟ لا، المولد تبعك لسه ما بلش، ولما يبلش كل الحمص إلك. هلا ما عدنا نخاف من منور، حتى اذا حكى توقع الشغله براسه. لا تخاف، ما راح يحكي، انا واثق منه. بس اوعكم حدا يخبره انه نعلناه. وحفرت له؟ حفرت له من المغرب، حفرت له بالاول وبالليل نقلنا. إيه راح كل تعبك على الفاضي، هلا الوحوش بتكون عم تاكله. سيدي نحن بنكون عملنا اللي علينا. شو عم تستنوا؟ روحوا جيبوا لي اهل المراح كلهم، وجيبوا متعب ويحيى. يا كايد بيك، متعب ويحيى مو سهل جيبتهم. شو يعني؟ يعني بدنا قوي مشان نقدر نجيبهم. عندنا رجال. كم رجال؟ 10 20؟ يعني قصدي لازم نحسب لهم حساب، ممكن يكونوا اكثر. ماشي، اجلوا لي موضوع متعب ويحيى. روح جيب لي اهل المراح. حاضر يا بيك. ابجد ما رجع لسه يا بيك. محمد، بتساوي دوريه وبتلف على البلد كلها، اي حدا بتشوفه برات بيته بتشحط لي اياه شحط. الناس عندها خبر انه ممنوع تطلع من بيوتها، مو هيك؟ طبعا يا بيك. خلص، معناتها اعسر ما ننزر، بتخلي المنادي ينادي اي حدا عنده معلومه او خبريه عن عقاب بتفيدنا، قلو مني 100 مشيدي داب. يلا شو عم تساوي هون يا حرمي؟ ما بتعرفي انه ممنوع تطلع من البيوت؟ بعرف، بعرف كمان انه يلي عنده حكي لازم يجي يقولكن اياه. حكي؟ تعالي تعالي شوف، تعالي. هذا انت؟ هي انا، وعندي حكي بدي احكي. عن عقاب؟ لكن عن مين؟ طب يلا تفضل احكي. لا ما حذرت، هذا الحكي ما بحكي غير للآغا. أنا بوصله للآغا مشان تاخذ 100 مجيدة. هلا ماني فاضي ليك. وأنا كمان ماني فاضي، أنا تركت أولادي لحالهم. تركك منها يا هاي مرة مجنونة. ومشان هيك ممكن نستفيد منها. إذا بدك تعرف اللي بقلوب الناس يا ممدوح، اسأل مجانينا. يلا يا أم حسن يلا. شو عندك حكي؟ احكي.
عرفتني من الأول. مو المهم أعرفك، المهم إنك تحكي. أنا آمال مرت سعيد الدور. المهم شو عندك أخبار عن عقاب؟ أنا اللي رقبتي طويلة مثل الفرس وشعري عم يسابق الريح. عرفتني؟ بحكي مثل العالم والناس أحسن ما أحبسك. بحكي أنا جاي مخصوص لأحكي، بس افتح كفك بالأول. لا تخافي، الميت مجيد الدهب جاهزين. احكي. أنا ما هيك قصدي، أنا بدي إياك تفتح كفك لأنه عقاب متخبي فيها. هلا هذا اللي جاي تقولي لي إياه؟ أنا جاي لك إنه عقاب انقتل. مين اللي قتله؟ أنا ما قتلته، بس هو انقتل. طيب كيف؟ بدك تسأل اللي قتله. اللي قتله بيعرف كيف انقتل. جاي تتمسخري علي؟ خدوها من وشي. خدوها! اللي قتله بيعرف كيف انقتل. اللي قتله بيعرف كيف انقتل. ما حدا بيعرف كيف انقتل غير اللي قتله. ما عاد بيعرف كيف نقتل غير اللي قتله. أبو حسن فضل الله وألماسة ولعوا لأم حسن. شو الأخبار؟ يا بيك أنا تأكدت إنه حسن ما كان نهارها بالمراح. إيمني من حسن. فضل الله وألماسة شو أخبارهم؟ كمان ما بيعرفوا. لو إجا على المراح يعني على القليل كان منور حكى أو نوفا. هدول بتخلي لي إياهم يوم تاني، بدي أعمل معهم جولة تانية. بعتت شفت لي اخبار يحيى ومتعب؟ بعتت من امبارح يا بيك. شو اخبارهم؟ لحد هلا ما في شيء. ابو جدعان اجا. طولت يا ابو جدعان. مشوار الطريق يا بيك. شو بتخبرنا؟ الامير بيهديك السلام وبقول لك تخبره شو بصير معك. يعني هو عنده علم موضوع عقاب؟ ما حكى يا بيك، بس قال تخبره شو بصير معك. ماشي حال. هلا اسمعوا شو بدي قلكن وفهموا منيح. بدي اياكن تجمعوا لي اهل التل بالساحة. بدي اعمل لهم قتلة تنسيهم حليب امهم. بتحوطوهم بالخيل. كل واحد منكم بيجيب معه كرباش. صريخهم بده يوصل لعندي على المضافة. حتى الصغار يا بيك؟ يا سليم لما بقول كلهم يعني كلهم. بس يا كايد بيك في منهم معنا. اللي معنا لازم يحمل كرباج معنا ويضرب معنا. صح يا محمد؟ صح يا بيك. يلا بتجمعوهم بالساحة، بتخلولي صريخهم يعبي الدنيا، واللي بيقلكم بقى